يسجل الآن بيترز يسجل أول الأهداف ركلة الجزاء بمشت بالعافية راح تمشي بالطيب ما تمشي بالعافية تمشي وتمس لكن ما زالت قائمة هي جول جول إيبا صوب بيزن برافو أنقذ وترسلوا في الذي يتقدم الوردي ما بيسدد بقدمه ديبا يرسل كرة للتورسونوم وهدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لتستمر We'll be right back.